طيب بما انه احنا بلشنا نحكي عن تشات جي بي تي واللي صار مع السيده البريطانيه اللي حصلت على الطلاق بسبب استشارتها لتشات جي بي تي. انا مش كتير مقتنعه باللي صار بس عشان نقتنع انا وانت لازم نجرب. تمام، شو رايك احنا نتقمص شخصيه ساره؟ تمام. او انا اذا بتحبي تفاديا للحرج نتقمص شخصيه ساره ونسال نفس الاسئله ونشوف اذا الذكاء الاصطناعي رح يرشدنا الى ما ارشده لساره. انا مش مقتنعه بال لانه انا مش مقتنعه انه فعلا يعني الذكاء الاصطناعي حسستها ممكن كانت بدها تتهرب واصلا بدها تترك جوزها باي حجه فلقتها حجه يعني لتشات جي بي تي. تمام، ففي عندنا الحساب لتشات جي بي تي زي ما انتم شايفين هلا على الشاشه ومنبلش نيو تشات. فعلى اعتبار اني انا ساره بلشنا نيو تشات. بس نوضح للمشاهدين انه تشات جي بي تي هو روبوت الرد الآلي أو روبوت تشات الآلي. أي سؤال تسألي برد عليك، كان مقالات كان أسئلة شخصية عم تسألي أنا يعني دغري ردوا علينا. يعني إحنا قلنا هاي هلو هاو كان أي هيلب يو توداي، كيف بقدر أساعدكم اليوم. تمام، هلا نبلش نعرفهم عن حالنا مثلا. أوكي تمام، تقولي للناس شو عم تكتبي نادين. أها، إحنا عم نقول لهم إن أنا نادين فنايس تو ميت يو وكيف بقدر أساعدك اليوم. تمام، يعني كله هذا التواصل لهلا. خلينا نبلش. طيب. اوكي انا عم بقول له انه انا كثير متردده اهي. انه انا عم بتقاتل مع جوزي كل يوم ما انا عم بتقمص ساره لانه نشوف اذا فعلا هيك صار. اوكي عم بتقاتل مع جوزي كل يوم. انصحني. اوكي انه عم بقول انه انا شو لازم اعمل، هل لازم اطلب الطلاق؟ يا ساتر يا رب. اوكي الآلة عم بترد علي انه كثير عم بيردوا كثير كثير يعني. طيب خلينا، شكله انه عم تعطينا علاج. هاي فضيلك الصبح. طيب خلينا نبلش. انه يبدو انه انتم عم تقطعي في وقت صعب، هذا الوقت فيه تحدي ونحن بنقدر نرشدك لنحل هذا الصراع بينك وبين الشريك، ولكن مهم كمان انك تشوفي كل الخيارات قبل ما تاخذي القرار اللي متعلق في الطلاق. اوكي هذا اولا. هلا هي عم تعطيني زي نصائح يعني few things you might consider اللي خلينا نعملهم قبل ما ناخذ هذا القرار. اول شغله انه نستشير ثيرابي، عم بيعطوا نستشير ثيرابيست ليحكي معنا يعني اخصائي واخصائي علاقات. تمام، عشان نقدر يعني دائما وجود شخص ثالث ممكن يساعدك انت وزوجك لتفهموا بعض كما تقدروا تحلوا المشاكل اللي بينكم. هذا اولا اعطتنا هذا النصيحه. خلينا نشوف النصيحه الثانيه اللي اعطتنا اياها، انه يعني طبعا تواصلوا مع بعض، خلي يكون في حوار مفتوح بينكم، يعني خلي الامور تكون واضحه، خذوا بريك مثلا. طب هذه من نصائح بعض. اي واحد يقدر يعطيك اياها يا نادين؟ ما هي نصائح انسانيه، ما هو بالنهايه هو من صنع الانسان. بس لساره قلت لها اتطلقي. بس ما هي خلينا احنا خلينا نشوف شو بدنا نقولها. تفضل. بس انت اعطيني نصيحه. عم يهدي النفوس هو. اعطيني نصيحه احكي لها شغله لتقول لي خلص يعني لازم تطلق. لا 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 انا بهدي النفوس على الصبح يا نادين. يعني احنا شايفين حكمه، مش عارفه شو صار مع ساره لوصل معها يعني. بده يخرب بيتك يا نادين. تمام، يعني شفنا تجربة تشات جي بي تي ونادين سألته هالسؤال. بس لحظي إنه بس بتعرفي شو إحنا كمان لاحظنا من هاي التجربة الحية، إنه كأنه في أنسنة للذكاء الاصطناعي، محاولة أنسنة الآلة، يعني الكلام اللي عم بيحكولنا إياه كأنه في شخص قدامك. طيب